مئات الوفيات من حجاج بيت الله الحرام خلال موسم الحج 2024، ودرجات حرارة شديدة وصلت في الظل إلى 51 درجة مئوية فاصلة 8. ناهيك عن آلاف الوفيات على مستوى العالم، وسط تحذيرات من أن يكون العام 2024 الأعلى حرارة في تاريخ البشرية، السلطات الأمريكية بدورها حذرت مواطنيها من موجة حر شديدة تضرب عدداً من مدن وولايات وسط البلاد، بينما أعلنت العاصمة واشنطن حالة الطوارئ الحرارية، وتسببت الرياح الساخنة في ولاية كاليفورنيا في اشتعال 7 من أكبر الحرائق التي تضرب الولاية هذا الموسم، وهو ما أجبر مئات الأشخاص على النزوح. وبالإضافة إلى موجات الحر، سجل في أوروبا عدد كبير من الظواهر المناخية الحادة خلال العام، إذ تأثر مليونا شخص بفيضانات أو عواصف، في حين طالت موجات جفاف شديدة شبه الجزيرة الإيبيرية وأوروبا الشرقية. وعلمياً تعرف موجة الحر بثلاثة أشياء: أولاً مدى شدتها، ثانياً مدى طول مدتها، ثالثاً موقعها. لكن قد لا يعتبر أن منطقة ما تشهد موجة حر عند وصول درجات الحرارة إلى 34 درجة، فعلى سبيل المثال في تكساس الوصول إلى 34 درجة ليس مشكلة كبيرة، لكن في ميشيغان تعد موجة حر لأن السكان ليسوا معتادين على هذا النوع من الحرارة. ويحذر الأطباء وخبراء المناخ من ضرورة أخذ الحيطة والحذر في مثل هكذا ظروف، وعدم التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر. وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن أوروبا لوحدها استأثرت في صيف عام 2022 بنحو 61,672 وفاة ناجمة عن الحرارة المرتفعة، ويعود ذلك إلى عاملين رئيسيين. العامل الأول هو ظاهرة النينو التي تسهم بشكل كبير في ارتفاع درجات الحرارة في مناطق عدة، ويتوقع العلماء أن تكون تأثيرات هذه الظاهرة أشد في العام 2024 مقارنة بالعام 2023. أما العامل الثاني فهو ظاهرة الاحتباس الحراري ناجمة عن زيادة انبعاثات الغازات الدفيئة، بما في ذلك ثاني أكسيد الكربون والميثان وأكسيد النيتروز، التي تؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة وتتسبب في تغييرات مناخية ملحوظة تشمل تطرف الأنماط الجوية مثل الموجات الحارة والجفاف والفيضانات. وستترتب على هذه الظاهرة آثار سلبية كبيرة على عدة مجالات، منها الزراعة والصحة والبيئة، ومن المتوقع أن تؤدي إلى زيادة معدلات الوفيات وإلحاق أضرار بالغة بقطاعي الزراعة والسياحة، كذلك عواقب اقتصادية وخيمة وتفاقم مشكلات النزوح السكاني. ويتوقع بعض العلماء أن يكون العام 2024 العام الأول في تاريخ البشرية الذي يكسر متوسط درجة حرارة الكوكب حاجز درجة ونصف الدرجة مئوية. ومع تنامي خطر ارتفاع درجات الحرارة والتقلبات المناخية، باتت الحاجة ملحة على مستوى العالم، خصوصاً منطقة الشرق الأوسط، للتحرك الجاد والمسؤول لمواجهة هذه التحديات ومجابهة آثارها المحتملة.